ومشاهدينا للوقاية من أمراض الشتاء الشائعة اللي تقريبا هسه كل البيوت تعاني من أحد مصابيها، وللتعرف على أحسن الطرق للوقاية منها وأكثر الطرق الحديثة لمعالجتها بدون اللجوء إلى العادات القديمة المضرة بتناول المضادات الحيوية. أكيد يا كريستينا، وحتى أصلا ما نوصل لمرحلة يأس من المرض تخلينا نلجأ للأدوية المضرة بالصحة مثل المضادات الحيوية. خلينا نستقبل ويانا طبيبة الأسرة الدكتورة شيرين وسام حتى تحدثنا أكثر. يسعد صباحك دكتورة، أهلا بيك. صباح الخير دكتورة. أهلا بيك، نورتينا. أهلا بيك دكتورة. حدثينا أكثر يعني عن هذه الموجة، نشوف هذه الفترة يعني الكل، خلينا نقول أقل شيء يعني شخص واحد بالبيت يعني هو مصاب. والغريب الموضوع أنه قبل همنا كنت هسدا أحكي وياك بهذا الموضوع، أنه قبل كنا أنه عادي إنفلونزا ونقول بسيطة أصلا. صحيح. هذا الشيء يعني يمكن حتى بعض الناس شنومته ما ياخذون علاج يعني، ولكن هسدا نشوف أنه ما أدري المناعة قلت أو هي موجة المرض هذه تكون قوية أكثر يعني. هو طبعا هسه موسم امطار، موسم شتاء، بهاي الموسم تنشط الفيروسات اللي تصيب الجهاز التنفسي. أيه. خصوصا اكثر شيء شائع عندنا نزلات البرد. صحيح. والانفلونزا هاي اكثر شيء تنشط بفصل الشتاء، لانه احنا عندنا نعرف الشمس هي فشيء صحي، الاشعه مالتها اشعه فوق البنفسجيه تقتل الجراثيم والميكروبات. ايضا بسبب بعض العادات الخاطئه اللي تصير هسه في وقتنا الحالي مثل الخروج من مكان دافي الى مكان بارد. أيه. وما الى ذلك. نعم. وبالنسبه للنزلات البرد هي اكثر شيء يعني اكثر شيء شائع والكل تقريبا دا يعاني منه بهذا الموسم. صحيح. ينتج عن طريق فيروسات تكون بهذا الموسم تتنشط. أيه. ويصير اكو بيه اعراض مثل اعراض القحه، السيلان الخشم، العطس، الجسم يكون مكسر، ارتفاع درجات الحراره يكون شيء بسيط. وهو مشكلته انه هو معدي، يعني مثل يصير حلقه مفرغه انه واحد يعدي الثاني بالعائله لانه ما ينعزلون. فهي مشكلته انه هو معدي اكثر من انه هو خطير. بالعاده هو ياخذ له 3 ايام اقصى شيء اسبوع ويروح يطيب من وحده حتى بدون اي علاج بدون اي تداخل من عندنا. نعم. بس شويه مناعه الجسم تتخلص من عنده. اكيد. طيب دكتوره، احنا مثل ما ذكرت زميلتي انه قبل كنا مثل ما ذكرتي حضرتك شمينا بدون علاج 3 ايام ننتظر وكل شيء يعني ترجع لحالتها الطبيعيه، لكن هسه لا، اذا ياخذون المضادات الحيويه، اذا ياخذون هاي دا اشوف حتى للاطفال ما يصبرون، خلينا نقول مناعه الطفل هو يحارب، هو يكون شويه تحسيه مناعته صدق قويه مو مناعه ضعيفه. فهنا احنا اليوم شنو الطرق الوقايه اللي لازم نسويها، وبنفس الوقت شنو هي العلاج المثالي اللي واحد لازم ياخذه بهيك حالات؟ طبعا احنا دائما نقول الوقايه خير من العلاج. يعني أكيد. غسل الايدين، لبس الكمامات، النظام الصحي، الرياضه، الاكل الصحي، خصوصا بفتره المرض نركز على الفيتامينات والمعادن اللي تدعم المناعه مثل. صحيح. الفيتامين سي، الزنك، الفيتامين دي من طريق اللي ناخذها الاسماك، عن طريق الحمضيات، البرتقال واللانينجي وهاي الامور، الليمون، يعني نركز على النظام الصحي والوقايه. ومن شخص يتمرض لازم يعزل نفسه، يعزل حتى لانه هو ممكن ينتقل عن طريق الرذاذ من القحه والنشله. صحيح. ممكن حتى من التلامس، يعني ممكن اذا العفو عطس على مكان او فتشي انا جيت لزمت هذا المكان انا ممكن انعدي. ايضا انه ياكلون مثلا نفس يعني يستعمل نفس الادوات، يعني خاشوقين، ماعون، هاي ممكن ينتقل إلى. فهاي الامور كلها مهمه انه واحد يمتنع عنها. وهو مثل ما قلتي حضرتك انه هي مناعه الجسم وحدها كافيه، ما يحتاج احنا يعني هو المضاد الحيوي هو مجرد ضد البكتيريا، هو الموضوع. صح. فيروس الشخص المناعه الزينه الطبيعي ما يحتاج انا اقعد امطي مضادات حيويه، لان حندخل مشكله ثانيه اللي هي مشكله الريزيستنس، يعني نقوم مقاومه البكتيريا لهاي الادويه. بعد حتى من شخص فعلا يحتاجه بعد ما راح يستفاد منه. صحيح. طيب دكتورة، بعض الأشخاص خاصة لما يكونون تعبانين أو عندهم شغل يلجؤون مثلا أنهم ممكن يأخذون أوبر، يعني حتى أنه يشفون بأسرع طريقة وبأسرع وقت، شنو تنصحيهم؟ هاي الأوبر طبعا أكو يروحوا مثلا يأخذون خطاط من الصيدلية. صحيح. كورتيزون وفولتاريوم وما أدري شو، هاي كلها مو صحيحة. إحنا نركز على الشغلات أنه من واحد يتمرض أول شيء الراحة لازم، ثاني شيء لازم يشرب سوائل دافية،
ثالث شيء قلنا ياكل بعض الاكلات الصحيه اللي معززه بالفيتامينات والمعادن اللي تقوي المناعه مالته، وكادويه احنا ممكن نعطي مجرد انه نخفف عليه اعراض المرض. يعني صحيح هم اكو ادويه ضد الفيروس بس هي هاي قليل نستعملها لانه اضرارها اكثر من فائدتها. صحيح، ومو كل الناس يحتاجوها فعلا. طيب دكتوره، اكو اشخاص اصلا هم عندهم حساسيه مثلا ضيق تنفس، او من يصير عندهم انفلونزا بالزايد يصير عندهم هاي الحالات من الحساسيه والتنفس، هنا شنو الطرق الافضل، الطرق اللي ممكن هو يتبعها وافضل العلاج؟ هي بعد بالعاده مثل ما قلنا النزلات البرد هي فتشي بسيط وتروح، هذا اذا كان الشخص سليم وما عنده اي امراض. نعم. بس اكو ناس اصلا عندهم مشكله بالرئه مالتهم، عندهم امراض صحيح. مناعيه، ياخذون ادويه تقلل المناعه، هاي شوي يصير عندهم اقوى المرض، خصوصا بالامراض الحساسيه الصدر او امراض الربو، هاي هم اصلا بعض الادويه مالتهم لازم يلجؤون الى الطبيب خلينا نقول خلال 3 ايام اذا حسوا انهم انتكسوا او ما يستفادون. هاي احتمال احنا نبدل الدواء مالتهم او نزيد جرعه، ممكن يعني ممكن يتداخل ويا المرض. نعم. اضافه الالتزام بالتعليمات العامه. نعم طبعا دكتوره حضرتك ذكرتي انه لما شخص يتمرض ممكن انه ياخذ عصائر طبيعيه، عصير البرتقال، ومنها هم ذكرتي المشروبات او الشوربات اللي تكون ساخنه. صحيح. شنو هي هذه الشوربات اللي تكون يعني افضل شيء للاشخاص اللي عندهم خلينا نقول انفلونزا او عندهم هذه المشاكل؟ صحيح. بالعائله اول شيء احنا اي شيء دافي هو مفيد، لانه أكيد. بالدافي احنا شيء بدنا نسموه فيزودايليتيشن، يعني الاوعيه الدمويه راح تتوسع. احنا بجسمنا طبيعيا اكو عندنا اجسام مناعيه طبيعيه موجوده، اكو كريات بيض حمر، كريات بيضاء، فهاي كلها من نشرب المشروبات الساخنه راح توسع الاوعيه وراح يزيد تدفق الدم اللي هي تنتقل عن خلاله. نعم. اي مشروب دافي هو مفيد، خصوصا الشوربات مثل شوربه البصل، شوربه الدجاج، شوربه الخضروات. صحيح. الحليب مفيد، الحليب الدافي، حليب وعسل، مي يكون دافي، يعني لا هو كلش بارد ولا انه هو يتشوي، فشي يكون معتدل. معتدل. نعم. طبعا دكتوره ذكرتي نقاط كلش مهمه، من ضمنهم الشغلات اللي ممكن الواحد بدل ما يلجا للادويه يلجا لهاي الشغلات بالبيت تكون مفيده لصحته وممكن حتى يعزز بمناعته، يعني مثل قبل امهاتنا كانوا يستخدمون الفيكس للعلاج خلينا نقول الانفلونزا مثلا، او عندنا ما عندنا التنفس انه كانوا يخلوه من ريحته القويه احس انه راسا يضرب على الراس، هسه ما قاموا يستخدموه، ليش؟ يعني اكو طرق احنا قبل كنا متعودين عليها مثل ما نقول الطرق التقليديه، وانا احسها كانت افضل همنا. هسه هو الفيكس مو فد يعني مو فد ماده علاجيه للمرض، هو مجرد يساعد بالاعراض، مثل ما قلنا احنا كاطباء نوصف ادويه تخفف الاعراض مثل مسكنات، خافضات الحراره، ادويه للقحه، قطرات تفتح المجرى التنفسي تفتح الخشم. صحيح. فممكن بدل القطرات اللي تفتح الخشم ممكن نستعمل ماده الفيكس، يعني ما يحتاج وصفه طبيه تنأخذ من اي صيدليه. صح. ما بها اي ضرر، مو علاج بس تقلل، يعني اللي يستفاد منها ماكو بها اي ضرر. احنا امهاتنا بحالهم عندهم صيدليه بالبيت، اذا تقول لي عندي مصدعه او كذا انا عندي الدواء تعال، انا عندي الدواء اخذ فلان دواء لان اختك اخذته وكل هيك يعني. صح. طبعا دكتوره خلينا نحكي شويه همينه بالنسبه للاطفال، لان تعرفين هسه المدارس يعني وهمنا يمكن احنا اصلا يعني نتمرض بسببهم لانه هم من المدارس دي ياخذوها ويجيبوها للبيت. صحيح. واحنا همينه دن عندي هنا شلون الاطفال يعني نقدر انه نقوي مناعتهم او نساعدهم انه ما يتمرضون؟ يعني بالنسبه لي ابني صار له شهرين مداوم، بهالشهرين يمكن 6 مرات 7 مرات متمرض واني انا عادي من عنده. اي سلامات. هي هاي تصير مشكله انه حلقه مفرغه، انه شخص قلنا هو غالبا مو خطير بس هو معدي، يعني شخص ينعدي من الثانيه خصوصا بالاطفال مناعتهم شويه ضعيفه مثل همين كبار السن، الحوامل اللي عندهم امراض. هاي احنا عن طريق بشكل عام لازم نظام صحي، النوم مبكرا، اكل الاكلات الصحيه، ولازم هم مثلا من شخص يتمرض بالدوام بالمدرسه لازم ياخذ استراحه اولا الى على مود يعزز يعني مناعته وعلى ما يسترد الجسم صحته وعافيته، وهم على مود لا يعد الاطفال الاخرين. اكيد فعلا. صحيح. طيب دكتوره قبل هم. نعم قبل يعني كنا من يصير انفلونزا عادي يقولون هاي انت ماخذ برد انفلونزا وعادي 3 ايام وتصحى وتقوم ماكو شيء، لكن هسه مده الوقت صارت اكثر من 3 ايام، وحتى التسميه هسه بس تصير انفلونزا تقول تي بي كورونا، يعني حتى التسميه تغيرت، ليش؟
هسه بسبب العادات الخاطئه، احنا هسه نظامنا الصحي كلش خاطئ، يعني اصلا هو جسمنا ومناعتنا ما صايره مثل قبل، كان قبل اكلهم اكلهم صحي، يلعبون رياضه، ينامون من وقت، فاصلا هم يعني هم اصلا جسمهم مناعتهم زينه، احنا هسه لا اكل زين، لا رياضه، لا نوم مبكر، وخصوصا احنا بفصل الشتاء يعني الناس تميل انه تصير تجمعات، مثلا ينامون كلهم بغرفه واحده، صوبه، وهم انه ينتقلون من مكان دافي الى مكان بارد وتظل هاي، فهذا الشيء كله مو صحيح وخاطئ. نعم طبعا دكتوره هذا الموضوع كان كلش مهم، أكيد. شكرا لك، شكرا لوجودك ويانا، نورتينا، نتمنى السلامه اكيد للجميع، اكيد.